السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض رموز كل غرزه في الباترون بطريقه سهله وبسيطه للمبتدئين. كل اللي هنحتاجه النهارده كراسه وقلم، وهنحتاج ابره وخيط. اول حاجه النهارده هنتعلم، انا عملت عقده البدايه. اول حاجه هنتعلمها النهارده هي غرزه السلسله. ده بيكون شكلها في الباترون. انا بسحب الخيط واطلع من الحلقة. ده شكل غرزة السلسلة. هي دي الغرزة الاساسية اللي انا ببني عليها الشغل بتاعي. فدي اول غرزة معانا واول رمز معانا. تاني حاجة معانا هي غرزة الحشو. غرزة الحشو هي بتكون علامة الزائد او علامة الاكس. طب انا بتبقى عاملة ازاي؟ انا بسيب اخر سلسلة ارتفعتها وباجي عندي تاني سلسلة وهاجي بالابرة اسحب الخيط معايا حلقتين على الابرة، بطلع منهم مرة واحدة، باجي على الغرزة اللي بعديها واسحب الخيط معايا حلقتين على الابرة، بطلع منهم مرة واحدة، بفضل شغالة. هي دي غرزة الحشو وده شكلها في الباترون، علامة الزائد او علامة الاكس. ده شكل غرزة الحشو بعد ما اشتغلت السطر كله غرز حشو. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل المنزلقة مع بعض. هي المنزلقة بتبقى عبارة عن دورية مظللة نفس الشكل. شفتوا اهم حاجة عندنا هي السلاسل. هسيب اول سلسلة، هاجي عندي تاني سلسلة وهاجي كده اسحب الخيط، هطلع من الحلقة التانية اللي معايا على الإبرة على طول. اجي ادخل في الغرزة اللي بعديها واسحب الخيط واطلع من الغرزة اللي معايا على الإبرة، ويجي ادخل في الغرزة اللي بعديها واطلع من الحلقة اللي معايا على الإبرة. دي غرزة المنزلقة. ده شكلها. دلوقتي بقى هنتعلم مع بعض رابع رمز اللي هو حرف التي، وهي دي غرزة النص عمود. ده شكلها بيكون في الباترون زي حرف التي. دلوقتي بنرتفع عدد السلاسل اللي احنا محتاجينه بالطول اللي احنا محتاجينه. بسيب اول سلسلة وتاني سلسلة وباجي عند تالت سلسلة، باخد لفة على الابرة وباجي عند تالت سلسلة واسحب الخيط معايا ثلاث حلقات، بطلع منهم مرة واحدة، باخد لفة على الإبرة وبروح لتاني حلقة واسحب الخيط معايا ثلاث حلقات وبطلع منهم مرة واحدة. بناخد لفة على الإبرة وبنرجع للحلقة اللي بعديها ونسحب الخيط، بيبقى معانا ثلاث حلقات وبنطلع منهم مرة واحدة. دي غرزة النص عمود وده شكلها. ده شكل غرزة النص عمود.
خامس حاجة معانا النهاردة في الرمز بتاعنا اللي هو حرف التي عليه شرطة، فهو بيكون غرزة العمود بلفة، حرف التي وعليه شرطة. بسيب أول سلسلة وتاني سلسلة وتالت سلسلة وباجي عند رابع سلسلة وباخد لفة على الإبرة وباجي عند رابع سلسلة أسحب الخيط معايا تلات حلقات على الإبرة، بطلع من اتنين بعد كده بطلع من حلقتين، باخد لفة على الإبرة وباجي في السلسلة اللي بعديها بسحب الخيط معايا تلات حلقات، بطلع من اتنين بعد كده بطلع من اتنين، وده العمود بلفة. وده شكلها. ده شكلها. طب لو عايزة ارتفع بقى عشان اكمل السطر بتاعي، انا هرتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل بتاعي، بيقابلني اول حرف في هيقابلني، هاخد لفة على الابرة وهيجي تحت حرف الفي واسحب الخيط، هطلع من حلقتين بعد كده اطلع من حلقتين ويجي تحت حرف الفي التاني، وافضل شغالة بقى كل عمود عمود. ده بقى بيكون شكلها. دلوقتي بقى اخر حاجة هنتعلمها دلوقتي، بنلاقي دايرة حلزونية بالشكل ده، دي بتكون الغرزة السحرية بتاعتي، بداية الشغل بتاعي. فانا شفت الطرف ده بجيبه هنا واسحب الخيط بالشكل ده وبرتفع، ادي واحد اتنين تلاتة على حسب الشغل اللي انا هعمله، وبحاول اشد الطرف بتاعي بالشكل ده، وهاجي هنا في الدايرة دي اشتغل عدد بقى عواميد او عدد غرز الحشو اللي انا محتاجاها. انا دلوقتي هشتغل كله عواميد بلفة، هبدأ اسحب طرف الخيط، تبدأ معايا بقى واجي هنا عند اول غرزة واقفة المنزلقة، هي دي العقدة السحرية بتاعتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا مني النهاردة، لو اول مرة تشوفوني ما تنسيش اللايك والشير. السلام عليكم.